بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم عن الاي سي جوينت. الاي سي جوينت ده الاكروميو كلافيكولار جوينت، ده جوينت مهم جدا لان ده الكيستون بين الكلافيكل والاكروميوم، ومهم جدا في السينكرونايزيشن بتاع الموفمنت بتاع الشولدر الجردل. وات از كومن انجري، تقريبا 12% من الانجريز اللي بتحصل في الشولدر جردل كلها، و ان مفيش جولد ستاندرد طريقه في التريتمنت بتاعه. يعني احنا عندنا هنقول في الاخر الجوريزم التريتمنت، بس هو في الاخر مفيش جولد ستاندرد، مفيش طريقه اقدر اقول هي دي اللي لازم نتعالج بيها. ثلاث اسابيع، دي الرقم ده مهم جدا لازم نبقى عارفينه، عشان ده اللي بنفرق بيه بين ده الكات بوينت بين الاكيوت انجريز والكرونيك انجريز، لان الكرونيك هيبقى فيه خطوه بنزودها في التريتمنت بتاعها. هنتكلم شويه عن الاناتومي، وده مهم جدا علشان الكلاسيفيكيشن بتاعه الاي سي ديسلوكيشن، وعلشان الموداليتيز بتاعه التريتمنت بتاعه. الاكروميو كلافيكولار جوينت ده سينوفيال جوينت، التو اندز بتاعه الكلافيكل والاكروميوم بتبقى كفرد باي لاين كارتليج، وفي ارتيكولار ديسك. الارتيكولار ديسك ده مهم جدا لان مع الديسلوكيشن بيبقى اكسترودد بره، وساعات هو ده بيبقى سبب ان الريدكشن مش سهل وما ينفعش يتعمل كلوزد، وممكن نضطر نفتح على الاي سي جوينت نفسه علشان الريدكشن بتاع الارتيكولار ديسك ده، او نعمل له اكسجن لو كان انجر كامل. الاستابيليتي بتاعت الاكروميو كلافيكولار جوينت دي بتبقى دايناميك استابيل، بتبقى مينتيند عن طريق دايناميك ستابيلايزرز وعن طريق ستاتيك ستابيلايزرز. الديناميك ستابلايزرز بالمسلز اللي ماسكه في المكان دوت اللي هي الدلتويد والترابيزيوس، والستاتيك ستابلايزرز بالاكروميو كلافيكولار جوينت، بالاكروميو كلافيكولار ليجمنت، وده مسؤول عن الهوريزونتال ستابيليتي. وده متقسم الى اربع بارتس: سوبيريور وبوستيريور وانفيريور وانتيريور. السوبيريور ده اهم واحد، ده اهم، وده السكند بارت من الليجمنت ده، وده مسؤول عن الهوريزونتال ستابيليتي. المين ستابيلايزر هو الكراكو كلافيكولار ليجمنت، وده ليه تو بارتس: كونويد بارت وترابيزويد بارت. الكونويد بارت ده بوستروميديال، والترابيزويد بارت انترولاترال، وده ده المين ستابيلايزر. وكل الكلام ده مهم جدا علشان هيبقى ليه ريفليكشن في الكلاسيفيكيشن بتاعنا، وهيبقى ليه برضو ريفليكشن في تري. الميكانيزم اوف انجري، في عندي الموست كومن تايب اوف انجري اللي هي دايركت تروما، اللي هي فول adductive shoulder، ودي زي الاصابه بتاعت محمد صلاح. تمام. الليس كومن انجري بتبقى عن طريق اللي هي indirect trauma، وهو full inflexed elbow او outstretched hand. بالنسبه للكلاسيفيكيشن، هي بتبقى ركود كلاسيفيكيشن، ودول 6 تايبس هنقعد نتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي، ودي ليها علاقه بالاناتومي اللي احنا بداناها. اول ليجمنت بيبقى affected اللي هو الاكروميو كلافيكولار ليجمنت، وده بيبقى بيحصل فيه سبرين، وده بيبقى مجرد سبرين بس، ما بيبانش حاجه على الاكس راي، وبيبقى الدايجنوستس بتاعها بين الهيستوري وبين في تندرنس عند مكان الاي سي جوينت، لكن الاكس راي ما بيبانش فيها حاجه خالص. جريد 2 بيبقى حصل كومبليت انجري في الاكروميو كلافيكولار ليجمنت، وحصل سبرين في الكراكو كلافيكولار ليجمنت، وده التايب اللي احنا بنحتاج ستريس فيو علشان نبان، اللي يبدا يبان اللي احنا معلق وزن في ايده علشان نشوف الديجري ديت. تايب 3 بيبقى بدا يحصل بقى خلاص ديسبيسمنت في الكوراكو كلافيكل، في الكلافيكل، وبتبقى الكوراكو كلافيكولار ديستنس زادت من 25 ل 100% اكتر من الناحيه الثانيه، ودي مش محتاجه ستريس فيو، دي بتبان على طول في الانتروبوستيريور دي. تمام. احنا كل حاجه احنا بدانا بسبرين في الاي سي، في الاي سي ليجمنت، وبعد كده كومبليت تورن في الاي سي ليجمنت، وسبرين في الكوراكو كلافيكولار ليجمنت، بعد كده كومبليت انجري في الاثنين، احنا بنزود. بعد كده في التايب 4 ده بيبقى بوستيريور ديسبيسمنت، وتايب 4 اللي هو بوستيريور ديسبيسمنت دوت، ده بيبقى بيحصل باتون هولينج بالبوستيريور اند بتاعت الكلافيكل في الترابيزيوس، وده مش هيبان في الانتروبوستيريور فيو، ده لازم نعمله الاكزيلاري لاترال، وده اللي هنيجي نقول في الدايجنوزس ان الاكزيلاري لاترال فيو ده مهم جدا، عشان ده ممكن يبقى مزد لانه في الاي بي فيو هيبان نورمال. تايب 5 ده بقى اللي هو سيفير تايب 3 تقريبا، اللي هو هيبقى حصل فيه ديسبيسمنت اكتر من الكلافيكل، وهتبقى زادت تقريبا الكراكو كلافيكولار ديستنس من 100% ل 300%. تايب 6 ده رير جدا، وده دايما بيبقى كيس ريبورت، والحالات اللي في الليتريتشر بتتعدى على الصوابع،
اللي هو بيحصل فيه inferior dislocation للكلافيكل تحت الكونجوينت، ضرير جدا يعني ما حدش شافه. تايب 3 ده التايب ده عليه ديبيت، يتعمل له عمليه ولا ما يتعملوش عمليه، هو ستيبل ولا ان ستيبل. لحد ما جت في الايزاكوس 2014 هم عملوا فيو كده اسمه كروس ادكشن فيو. الكروس ادكشن فيو دوت ده بيصور ده كانه بيعمل بيميمك الانجري اللي هي الفول اون ادكتد شولدر. فلو الكلافيكل ظهرت هنا اوفر رايدنج على الاكرونيوم يبقى ده ان ستيبل تايب، وده هنعمله زي جريد 4 و5 وهيحتاج سيرجري، ولو فضلت في مكانها يبقى ده ستيبل تايب وده مش هيحتاج حاجه هيمشي كونزرت. الدايجنوزس كلينيكالي عن طريق المود اوف تروما وعن طريق ان في بين وسويلنج على مكان الاكروميو كلافيكولار جوينت، تمام، وتندرنس طبعا وعلى حسب الديجري. طيب الراديولوجيكال اكس راي دي اهم، ده الاهم موداليتي اوف دايجنوزس. والسي تي هنقول احنا نحتاجه امتى، والام ار اي غير اللي احنا بنحتاجه. الاكس راي هنحتاج الفيوز ديت مهمه جدا، انتروبوستيريور فيو والزانكا فيو، ده اللي هو سبيسيفيك للاكروميو كلافيكولار ديسلوكيشن، والاكزيلير لاترال فيو وستريس راديوجرافي والسترايكر نوتش فيو. دي الفيوهات الاساسيه في اي عيان سسبكتد ان هو عنده اكروميو كلافيكولار جوينت ديسلوكيشن. انتروبوستيريور فيو دوت ده اللي هيبين لنا من اول جريد 3 فما فوق ما عدا 4 طبعا، عشان 4 ده احنا قلنا ده بوستيريور ديسبيسمنت. الزانكا فيو هو بيتصور في 10 درجات كفالك، تمام، وبيبقى البيم بتاع الراديشن سنترد على الاكروميو كلافيكولار جوينت، على الاي سي جوينت نفسه، تمام. الاحسن طبعا ان هو يتصور وهو واقف، الكلام ده ليه؟ علشان الويت بتاع الليم بيبقى يوضح الديسبيسمنت كانه ستريس فيو، بس هو الاحسن وهو واقف احسن من هو قاعد. اكزيلري لاترال فيو احنا هنا لو شفنا الدوتت الابيض دوت ده هو دي الكلافيكل والاحمر دي الاكروميون، فده اللي هيبين لنا اذا كان في بوستيريو ديسبيسمنت ولا لا، لانه ده كومنلي جدا يبقى مزد. بعد كده ده الاسترايكر نوتش فيو. الاسترايكر نوتش فيو هو برده كفالك ديجري، بيبقى 10 درجات كفالك ديجري، والعيان بيبقى حاطط ايده على راسه. الهدف من الفيو دوت اهم حاجه ان احنا نبين الكوراكويد، تمام. الكوراكويد دي فايدتها ايه؟ ان انا لو البلان اوف تريتمنت بتاعي ان انا اعمل كوراكو كلافيكولار سلينج، اعلق حاجه على الكوراكويد، او لو شاكك ان المكسوره او كده هحتاج اعمل سي تي. يعني السي تي ده مهم في ان انا لو شاكك في فراكشر كلافيكل او كوراكويد، لان ده هيغير البلان اوف تريتمنت بتاعي، او لو هحتاج اعمل كوراكو كلافيكولار سلينج وشاكك ان الكوراكويد مكسوره، تمام؟ فده مهم جدا ان انا اعمله علشان ده ما يبوظليش التريتمنت بتاعي. بالنسبه للمانجمنت نون اوبراتيف واوبراتيف اكوردنج للجريد اوف ديسلوكيشن. فاحنا قلنا ان 1 و 2 دول كونزرفتيف، 3 دوت ده عليه ديبيت اذا كان هو ستيبل ولا ان ستيبل، وفي ناس بتقول تعمل عمليه وما تعملوش عمليه والاثنين صح ما فيهمش حاجه. حد الايزاكوس كلاسيفيكيشن اللي احنا قلنا هنقسمه ستيبل، لو ستيبل هيمشي نون اوبراتيف، لو ان ستيبل هيمشي اوبراتيف. والاوبراتيف ده ممكن يتعمل اوبن سيرجري او ارثروسكوبيك سيرجري. طيب النون اوبراتيف تريتمنت هو بيبقى ايس وانتي انفلاماتوري ويحط ايده في سلينج، وبعد كده لمده 10 ايام او اسبوعين لحد ما البين يبدا يروح، وبعد كده يبدا جراديوال ريهابيليتيشن وسترينسنج اكسرسايز علشان يرجع تاني، ويبقى عارف ان هو ستيل عنده ريسك ان هو يجي له اي سي ارثرايتس، لان ده ديسلوكيشن حصل في الجوينت، انجري حصل في الجوينت، ولو عمله سيجنيفيكانت بين ليتر اون هيبقى محتاج سيرجري اللي هي ديستال كلافيكال اكستيجن، وبرضه دي بتعمل اوبن او ارثروسكوبيك. طيب بالنسبه للاوبرتيف تريتمنت، الاوبرتيف تريتمنت احنا قلنا احنا الاناتومي بتاعنا مهم جدا، في تو ليجامنتس مهمين، الاكروميو كلافيكولار ليجامنت اللي هو الاي سي ليجامنت او والكوراكو كلافيكولار ليجامنت، تمام. طيب لو احنا هنعتمد في التريتمنت بتاعنا على الفيكسيشن بتاع الاكروميو كلافيكولار جوين دايركتلي هيبقى ده اسمه دايركت فيكسيشن، وده عن طريق ممكن ترانس اكروميال وايرز، وده بيبقى ممكن ده بيركوتينيوس، ده بنعمل كلوزد ريدكشن للاي سي جوينت وبنثبته بوايرز. اي تريتمنت في اللي احنا هنقوله ده كله في ادفانتج وديس ادفانتج، زي ما احنا قلنا في الاول مفيش جولد ستاندرد تريتمنت، ما اقدرش اقول ان هو ده الجولد ستاندرد وده اللي احنا لازم نعمله كله. انت هتعمل اي موداليتي اوف تريتمنت عارف الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها وايه الريسك بتاعها، تتكلم فيه مع العيان
وهتعمل اللي انت فاميليار بيه او اللي انت شايف نتائجك بيه بتبقى احسن. تمام؟ فدي الوايرز. الوايرز اسهل، مينيمالي انفيزيف، اسرع، مفيش انسجن، بس مشاكلها في المايجريشن، مش ستيبل فيكسيشن. تمام؟ وممكن بعد ما تيجي تشيل الواير لو ما حصلش كومبليت هيلينج في الليجمنت تلاقيها بدات تريح لحد فوق. الطريقه الثانيه في الدايركت فيكسيشن، كل ده احنا بندرس الاكروميوكلافيكولار جوينت نفسه او الليجمنت. الهوكد بليت، الهوكد بليت هي ستيبل فيكسيشن. تمام؟ مشاكلها ان هي اوبن سيرجري، ان هي في انسنس اوف اي سي ارثرايتس، محتاج البليت نفسها تبقى الاوريجينال عشان يبقى البروفايل بتاعها رفيع، بالذات اللي بيتحط تحت الاكروميوم، وتبقى مقاساتها كلها موجوده لان دي ليها مقاسات، هي مش مقاس واحد. فدي حاجات دايما تبقى مهمه جدا في دماغنا، وان هو هيحتاج سكند سيرجري، هيحتاج يشيل الشريحه دي بعد 6 شهور. تمام؟ فعارفين الويز والاجنس. طيب الاندايركت فيكسيشن اللي احنا بندرس فيه الكراكو كلافيكولار ليجمنت، ده زي البوسورس سكرو، ده مسمار كراكو كلافيكولار. ده مشاكله ايه؟ مشاكله برضو ان هو دي ممكن تبقى اوبن سيرجري، وبيبقى ريجيد فيكسيشن، ولازم المسمار يتشال، يعني برضو يحتاج سكند سيرجري، وفي انسنس اوف للكراكويد فراكتشر او الكلافيكل فراكتشر. تمام. في طريقه ثانيه كانت موصوفه اسمها فيمستر بروسيجر، وده اوبن سيرجري، ده كان بيعمل ريبير للكوراكو كلافيكولار ليجمنت، وبيعمل ديستال كلافيكل اكسجن، وبياخد بروتكتنج بايرز. دي كده خلاص فيمستر خلص. لو عمل سلينج حوالين الكوراكو كلافيكولار تبقى بروتكتنج سلينج للريبير اللي هو عمله، يبقى اسمها كده موديفايد فيمستر. تمام؟ في طريقه ثانيه كان اسمها ويفر دان. ويفر دان بروسيجر دي بقى اربع خطوات. هو اول خطوه بيعمل ديستال كلافيكال اكسجن، وبعد كده بياخد الكوراكو اكروميال ليجمنت، بيعمل له بريباريشن، وبيعمل بي ريكونستراكشن عند مكان الديستال اند كلافيكال، ونفس الكلام يريبير الكوراكو كلافيكولار ليجمنت. دي كده اسمها ويفر دان. لو حط سلينج برضو نفس الكلام على الكوراكو كلافيكولار ليجمنت، يبقى في حاله زي ديت بقى اسمها موديفايد ويفر دان. طيب دي اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، اللي هي كوراكو كلافيكولار سلينج، ان احنا نحط سلينج حوالين الكوراكويد والكلافيكل، ودي حاجه من الاثنين. ممكن تبقى سلينج اللي هي مجرد خيط بولي استر تيب، مرسلين تيب، بنحطه من تحت الكوراكويد لفوق الكلافيكل، وسواء يعدي في تانلز في الكلافيكل او حوالين الكلافيكل. وده مثلا حاله اتعملت، ده ديسلوكيشن بري وده بوست، هي رجعت مفيش حاجه احنا شايفينها، ودي ميزتها ان هي ما عندناش هاردوير، مش محتاجين سكند سيرجري للريموفال، ممكن تتعمل اوبن وممكن تتعمل ارثروسكوبيك. تمام؟ دي مزاياها الحاجات دي كلها. تمام؟ طيب احنا هنا وممكن نستخدم الدبل اند باتون، سواء بقى التايت روب اثنين اند باتون فوق وتحت، ده بيزود السيرفيس اريا بتاع الفيكسيشن، المفروض ان هو ستيبل اكتر. عيوبه ان هو في الاخر برضه فيه تانلز وفيه هاردوير، هم مش محتاجين يتشالوا، بس ممكن يعملوا ستريس فراكشر في الكلافيكل او الكوراكويد. تمام؟ طيب احنا في كان معلومه قلناها في الاول خالص، ان احنا مهم جدا نعرف التروما دي قبل 3 اسابيع ولا بعد 3 اسابيع. لو قبل 3 اسابيع فهي اكيوت انجري، فاحنا هنعتمد على الهيلينج بتاع الاكروميوكلافيكولار ليجمنت والكوراكوكلافيكولار ليجمنت، فاحنا بنريديوس الجوينت وبنمنتين الريدكشن لحد ما يحصل هيلينج للليجمنت، وخلاص خلصت العمليه على كده. اما لو احنا هنعمل لو اكتر من 3 اسابيع فده بقت كرونيك انجري، فخلاص الليجمنت بقى فايبروزد، فمش هنعتمد عليه، فلازم نزود حاجه بيولوجيكال، يعني لازم هناخد لابلماريس من الابر ليم، او هناخد جراسلس من اللور ليم، وهنزودها على الخطوه بتاعه الكراكو كلافيكولار سلينج دي، ان احنا مش مجرد بنعدي بولي استر تيب بس، لا احنا نعدي بولي استر تيب او مرسلين ومعاه لازم ليجمنت، علشان ده اللي هيريبليس الليجمنت اللي هو او هيريكونستراكت الليجمنت اللي هو بتاع الكوراكو كلافيكولار ليجمنت. وبرده نفس الكلام ممكن نقف على الخطوه دي، ان احنا بنريكونستراكت الكوراكو كلافيكولار ليجمنت باعتباره ان هو المين ستابلايزر وبس، وممكن نزود ان احنا نريكونستراكت كمان الاكروميو كلافيكولار ليجمنت. دي كلها ديبيت، وزي ما احنا قلنا ان مفيش جولد ستاندرد في الكلام ده. طيب التيك هوم مسج بتاعتنا، الاكروميو كلافيكولار جوينت ده جوينت مهم جدا، كومنلي يبقى مست. تمام؟ ده كيستون في السنكرونايزيشن بتاعه الموفمنت بتاعه الشولدر جدا.
الكوراكو كلافيكولار ليجمنت ده هو المين ستابيلايزر للاي سي جوينت. دونت فورجيت اللاترال فيو، يعني العيان جه عنده شولدر انجري واتعمل له اكس راي انتروبوستيرير وما لقيناش فيها حاجه، لازم نعمل اكزيلاري لاترال فيو. ده مهم جدا علشان البوستيرير تايب بتاع ديسلوكيشن اللي هو جريد 4، وعشان حاجات تانية كتير. يعني هو لازم تو فيوز، يعني ممكن يكون عيان عنده بوستيرير شولدر ديسلوكيشن وبرده كومنلي بيبقى مزد. ده كل ده بسبب اللاترال فيو. رقم 2، احنا ما عندناش جولد ستاندر، يعني مش حد بيركب هوك ديبليت مثلا يبقى هو ده الغلط، والحد بيعمل كراك كلافيكولار سلينج ده مش الغلط، لا كله ليه ادفانتج وديس ادفانتج، ومحدش يقدر يقول الجولد ستاندرد اني. البيولوجيكال ريكونستراكشن ان كرونيك كيسز ده شود بي كونسيدرد، يعني ما ينفعش حد بعد 3 اسابيع اجي اروح اعمل له سلينج وخلاص واعتمد ان الليجمنت هيهيل، دي موستلي هتفيل. شكرا.